السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أحبتي في الله. التدليك الناري أو المساج الناري أو بما يعرف عندنا في الوطن العربي بالفوطة النارية هو نوع أو طريقة من طرق العلاج عند الصينيون القدامى. وفي أول الأمر التدليك الناري أو الفوطة النارية كانت محصورة على الرهبان في المعابد، هم من كانوا يستعملون هذا النوع من العلاج، ثم انتقلت إلى القصور والملوك وحاشيته، ثم شاعت بين الصينيون وانتشرت في المعمورة. وللتدليك الناري أو المساج الناري أو الفوطة النارية فوائد إذا استعملت بالطريقة الصحيحة. ومن فوائد الفوطة النارية أو العلاج بالتدليك الناري هو سحب الرطوبة من الجسم، كذلك تحفيز الدورة الدموية، علاج بعض التشنجات العضلات، كذلك يستعمل في إنقاص الوزن. وللفوطة النارية العديد من الفوائد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.